عارف ان احنا ملايكه صغننين بجد؟ لا والله مش زي ما كبرنا شويه بس. اه عندنا بحبك. كل فرقه بتيجي تلعب هنا بتبقى عندها رهبه انها جايه تلعب قدام تامين الف متفرج. انا دنيته بحالها وحياته كلها. جريمه على النيل حصلت هنا في المكان ده؟ تتكلم بجد؟ مجنونة مجنونة بص اهو لا ابويا بقى ماسك البطة كده مش لبن مغربي هو كل المغربي يبقى لازم يبقى لازم عربية بقى جايين نقلب الألمان كلهم طب ايفريثينج تيجي ياخد غرفة امتى دلوقتي يلا حبيبي Day Out يأتيكم في الأوقات التالية على قناة الظفرة.